أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وأيضا خلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة لكن باردة بشكل لافت، 12 درجة مئوية، الملموسة 10، الرطوبة 41%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 20-9، عرعر 19-8، أما تبوك فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 20-7 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية تشهد أجواء غير مستقرة بسبب وصول الجبهة الهوائية الباردة، المدينة المنورة 27-13، مدينة جدة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 30-22، مكة المكرمة أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار 29-20، والطائف 22-11 أيضا مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 18-12، أبها 22-9، وجازان فرصة لزخات من الأمطار 29-24. نذهب الآن للمنطقة الشرقية، الدمام 25-17، حفر الباطن فرصة لزخات من الأمطار 24-15، والإحساء 24-14. أخيرا نختم بالمنطقة الوسطى، الرياض 23-12، بريدة 25-14، وحائل 21-7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.